أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، هو جبريل يطلعه الله على الوحي ليوحي به إلى رسله، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ملائكة تنزل معه حتى يصل الوحي إلى الرسل محفوظا من الشياطين، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، ليعلم الرسول أن الملائكة أبلغت الوحي مصونا من التحريف، وأحاط بما لديهم، علم الله كل شيء، وأحصى كل شيء عددا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل، المتلفف بالملابس، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، قم الليل إلا قليلا، قم الليل إلا قليلا منه للصلاة، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. اقرأه بتمهل وفهم ونية تنفيذ ما فيه. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي ثقيلا في ثوابه. إن ناشئة الليل، ما ينشئه الإنسان في الليل من طاعات مثل الصلاة أو الدعاء، هي أشد وطئا، هي أثقل شيء لحاجة الإنسان للراحة في الليل، وأقوم قيلا، أثبت قولا لهدوء الليل، فذلك يساعده أن يتأمل ما يقول. إن لك في النهار سبحا طويلا، أعمال كثيرة، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. انقطع لعبادته انقطاعا تاما. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون. قولهم عليك ساحر مجنون، واهجرهم هجرا جميلا، اتركهم ولا ترد عليهم بأذى، وذرني دعني والمكذبين أولي النعمة. الكفار أصحاب النعم، أنا أكفيك شرهم، ومهلهم قليلا.
إن لدينا أنكالا، لهم عندنا قيودا وجحيما وطعاما ذا غصة يقف في الحلق وهو الشوك، وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال تهتز يوم القيامة وكانت الجبال كثيبا تلا من الرمال مهيلا أي متناثرا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم أنه بلغكم الرسالة كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا أهلكناه إهلاكا شديدا. فكيف تتقون إن كفرتم كيف تفلتون من العذاب يوم القيامة يوم يجعل الولدان شيبا يوم يجعل الولدان شيبا من الهول. السماء منفطر تنشق منفطر به أي بيوم القيامة من شدته كان وعده مفعولا أي وعد الله مفعولا أي واقعا لا مفر. إن هذه تذكرة أي إن هذه الآيات تذكرة أي عبرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا أي طريقا وذلك بالإيمان والعمل الصالح. إن ربك يعلم أنك تقوم أي تقوم للعبادة أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار الله يعلم بعبادتكم في الليل والنهار علم أن لن تحصوه أي لن تطيقوا قيام الليل كله فتاب عليكم أي خفف عنكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون أي يسافرون للتجارة وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله يطلبون كسب المال الحلال وآخرون يقاتلون في سبيل الله المجاهدون في سبيل الله يشق عليهم قيام الليل كله
فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله، أي تصدقوا وأنفقوا في وجوه الخير قرضا حسنا، أي عن طيب نفس طلبا لرضا الله عز وجل. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا على ما قدمتم، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.